اذكر أقوال الأئمة الأربعة باختصار في مسألة قراءة المأمومين الفاتحة خلف إمامهم في الجهرية. الحنفية قالوا بالكراهة التحريم. تحريم أن يقرأ؟ نعم. نقل عن أبي حنيفة أنه قال بطلان الصلاة. نعم. والملكية المعتمد عندهم أن القراءة في الجهرية لا يقرأ في الجهرية، والسرية تقرأ لكن القراءة مستحبة ليست واجبة. يا حبيبنا نقول أو نسأل سؤالا واضحا لا تشرط بي، ما أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في القراءة، قراءة الإمام في الجهرية خلف المأموم في الجهرية خلف الإمام؟ مالك لا يقرأ، أبو حنيفة لا يقرأ، الشافعي يقرأ، الإمام أحمد لا يقرأ. الشافعي قالوا يقرأ؟ نعم. على أساس يسكت الإمام سكتة؟ عندهم سكتة الإمام؟ نعم عندهم سكتة، يعني الإمام يسكت حتى يقرأ؟ نعم. وإذا لم يسكت يقرأ، إذا لم يقرأ فالصلاة باطلة يا شيخ. نعم. يعني إذا واحد كافر قال يا جماعة أنا عايز أصلي والصلاة عندك عماد الدين، أقرأ الفتحة ولا ما أقرأش؟ إن قرأت بطل على رأي الأحناف، ما قرأتش بطل على رأي الشافعي، فكل صلاتكم بطل. الكلام ده يعني أنت متأكد ما تقول؟ نعم نعم كلام الحافية هو. أقرأ كم حافية؟ أقول لك بطلة، ما أعرفش فيهم غلط ولا أنا. لا قال أنا موي في المجموع لكن أنا لم آتي به هنا. قال أبو حنيفة رضي الله عنه رحمه الله لا قراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة، ما يجهر فيه بالقراءة وما لا يجهر فيه بالقراءة. يعني كله عند أبو حنيفة لا تقرأ. وقال أبو الحسنات اللكنوي هذا معاصر لكن معاصر لمين؟ لنا؟ سنة 1200 هذا معاصر لمين؟ قريب من التعاصر. ماشي. ذكر أكثر أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه مكروهة تحريما، بل بالغ بعضهم فقالوا بفساد الصلاة بالغوا، يبقى كده الحمد لله بالغ بعضهم مش كلهم كده ارفق. ونقل النووي في المجموع أن الصلاة باطلة عند أبي حنيفة، عند بعض بالغ عند أبي حنيفة. طيب اقرأ كلام الشافعي. الشافعي ماشي. قال الشافعي رحمه الله لا تجزء صلاة المرء حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما كان أو مأموما. كان الإمام يجهر أو يخافت، فعلى المأموم أن يقرأ بأم القرآن فيما خافة الإمام أو جهر. في المذهب القديم ولا الجديد؟ في الجديد، القديم لا يقرأ في الجهرية. القديم لا يقرأ. وفي قول عن الإمام الشافعي مثل قول أبي حنيفة لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية. الله فين الكلام ده؟ ذكره ابن عبد البر في التمهيد وقال هو قول غير مشهور، وقال النووي عنه قول شاذ. ماشي. طيب كلام الإمام أحمد. كلام الإمام أحمد يعني الجمهور لأننا لا نقرأ. لا نقرأ في الجهرية. وفي السرية؟ في السرية قلب القراءة بس على الاستحباب، لكن على الجمهور؟ نعم إن شاء الله المعتمد عندهم. أبو حنيفة يقول لا سرية ولا جهرية. مالك لا تقرأ في الجهرية والسرية تقرأ لكن على الاستحباب. وأحمد لا تقرأ في الجهرية، تقرأ في السرية لكن على الاستحباب. المعتمد عندهم يعني. جزاك الله خير. أشكرك. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يعلى كلامك إن شاء الله. طب هكذا البحث انتهى؟ خلاص ماشي. المدارس المعاصرة هكذا حبيبي. انت اتيت بآيات احاديث احكام الاحاديث اقوال الصحابة اقوال التابعين اقوال اصحاب المذهب الاربعة كده ماشي تسلسل. طيب انتقل بقى الى المدرسة الظاهرية وتوابعها. الظاهرية قلب القراءة ابن حزم. طيب وابن تيمية؟ ابن تيمية مع الحنابلة لا قراءة في الجهرية لكن تقرأ في السرية. كتبت الكلام ده؟ لا لم أنقله. اكتبه. والشوكاني والصنعاني قبل الشوكاني والماذا الحنابلة المعاصرين والشيخ ناصر الألباني وهؤلاء عشان نتمم البحث. ماشي. والشيخ أحمد شاكر. نعم.
لا، هناك من يقول بعدم قراءة المأموم الفاتحة في السرية ولا أداء ركنا، يقول لأن قراءة المأموم قراءة المخلفة، أنت مستقر عندك أنها ركن، هم يقول لا مش ليست ركن. ألف سلامة يا شيخ، جزاك الله خير. من هذا؟